يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. يسعد صباحك يا رب. يعني اولا في هذه المناسبه انا بحب ابارك لاختنا ومن الكرميات في عيد المراه. وبتمنى يعني السعاده والهناء لكم والصحه والسلامه والعافيه. يسعد صباحك، اكيد بنتمنى السلامه والصحه دائما وكل عام هم بالف خير، كل وطن بكل مكان. باشمهندس اياد، خلينا نحكي عن موضوع شاطب وهياكل السيارات غير القانونيه او المشطوبه اللي يجب ان تتحول الى صحي وامن وفق اجراءات قانونيه. هالشيء ورد بعد مشكله تقضيها احد المواطنين بموضوع اللي هو اغلاق محلات قطع السيارات. هناك اشكاليه وهناك سوء تفاهم، هناك استفسارات وهناك مطالبات بتوضيح انه ايش هي الاجراءات القانونيه اللي لازم صاحب المشاطب او صاحب القطع السيارات يكون على درايه وعلم فيها. اولا الله يعطيك العافيه، احنا بناء على تعليمات الحكومه ووزاره المحلي وطبعا بالتعاون مع عطوفه فطول كرم، احنا في اللجنة الاقليمية بدأنا بتنظيم، احنا مش اغلاق ولا احنا معنيين ننظم هذا القطاع، وبالتالي تنظيم هذا القطاع بحاجة الى اجراء. بالتالي احنا تم الكشف في تشكيل لجنة من اللجنة الاقليمية لتنظيم البناء على جميع المشاطب اللي موجودة في المحطة، وتبين ان جميعها لا تتوفر فيها الشروط، وبالتالي تم واعطيناهم طبعا عدة اختيارات في هذا الموضوع عليهم من اوضاعهم، لكن للاسف لم يشيء في هذا الموضوع. بتعرف هاي المشاطب عشوائيه، وبالتالي هاي المشاطب بيجيبوا هياكل السيارات القطع منها وتبقى المكبات عشوائيه بهياكل السيارات، يعني مواقع موبوءه وفيها كوارث بيئيه، ومعنيين ما نبقى هذا الوضع بهذه الطريقه، حتى على مداخل المدن وعلى الشوارع في تعديات من هاي الهياكل السيارات. احنا طلبنا اولا انهم يجب انهم يقدموا يعني تتنظم هذه القطاع اللي تصبح حال تجاريه لبيع قطع غيار السيارات المستعمله، يعني يجب هناك ثاني او براكسات منظمه ومرخصه بدايه. تمام. وبالتالي احنا دورنا في وزاره الحكم المحلي، جريده الحكم المحلي، ترخيص المنشات حسب المواصفات، ووزارة النقل والمواصلات اللي هم مشكورين شركائنا في هذا الموضوع، هم برخصوا مزاولة المهنة أو إعطائهم رخصة مزاولة المهنة يجب. بالتالي وبالإضافة أنه ضرورة التخلص من كل هاي الهيئات الموجودة المرمية أو المترامية على مداخل المدن وعلى الشوارع، وبالتالي هذه من أجل يعني نظافة وسلامة المنطقة ومداخل المدن. تمام. باش مهندس اياد، خلينا نحكي عن شكوى اللي تقدم فيها السيد وائل ابو شنب اللي كان المفروض انه يكون معنا في البدايه لحتى نفهم ونستوضح منه ايش هي الشكوى اللي وردت بخصوص انه قرار من الحكم المحلي باغلاق محلات قطع السيارات، وهم اصحاب اللات ما في عندهم اي مشكله انهم يكونوا تحت القانون ومرخصين وتكون كراجاتهم، وهو من الناس يلي كل اوراق تراخيصه جاهزه بوزارة المواصلات. طبعا هم بشهر 8 كان في هناك إجراءات من قبل وزارة، كان في شوية إشكاليات، بعدها كان قبل فترة قرار إغلاق من الحكم المحلي لمحله اللي هو كراج السيارات، كان في عنده استوضاح واستفسار إنه شو المشكلة أو شو أو بناء على إيش إجا هذا القرار لإغلاق الكراج الخاص فيه رغم إنه كل تراخيصه المطلوبة جاهزة. كان في عنده استوضاح انه كان ينطلب منه مجموعة من التراخيص او انه يكونوا هم اصحاب اختصاص في مجال السيارات، هم فعلا اصحاب اختصاص في مجال السيارات، ولكن كان في مجموعة من الاجراءات والتراخيص ما كان في عندهم المعلومات الكافية عنها. خلينا نستوضح مجموعة من هاي التراخيص اللازمة او المطلوبة من الحكم المحلي او من وزارة المواصلات لهم لحتى يكونوا على استمرار وعلى رأس اشغالهم واعمالهم. اولا شكرا لك على هذا السؤال. يعني احنا ما اغلقنا ولا مشطب، احنا باشرنا بالتنسيق مع عطوفه المحافظ بلجنه السلامه العامه بالشركاء اللي موجودين من كل الوزارات بما فيه وزاره النقل والمواصلات، باشرنا باعطاء اخطارات
وإعطائهم إشعار لمدة أسبوعين مشان تصحيح الوضع، بالتالي ما كان في إغلاق. الأصل إنه يبدأوا يجوا لنا على المديرية يقدمونا مخططات لقطع الأراضي والترخيص للمنشأة اللي ممكن تكون لهذا الغرض، بالتزامن مع وزارة النقل والمواصلات الإجراءات اللي هي مشان على أساس إذا كان مشان توفر هذا، مشان لأنه بالنهاية إحنا هاي مناطق خارج المدن ممكن تكون وداخل المدن، وبالتالي في شروط و المفروض يتقيدوا فيها حسب الأنظمة والقوانين الأمنية والقوانين التنظيم اللي في المنطقة سواء داخل ولا خارج. وإحنا مستعدين نتعاون معهم ومستعدين يعني نخدمهم ونقدم لهم كل الاستشارات وكل الدعم الفني من أجل الوصول إلى محل أو معارض تجاري لبيع قطع غيار السيارات المستعملة بما يليق في المحافظة ويليق في الناس، ونزيح الأذى الحاصل من هاي المشاطب العشوائية و اللي هي عبارة عن مكاره موضوعة. طيب باشمهندس إياد، احنا بتواصلنا مع السيد وائل ذكر انه كان من احدى الاجراءات المطلوبة لكراجات السيارات انه ما يكون في وجود للسيارات امام المحلات، تكون السيارة موجودة داخل المحل ويكون في اعادة تفكيك او تركيب للسيارة. كان في عندهم مشكلة انه في مجموعة من السيارات ما بينفع انه يعملوا على اعادة تركيبها او تفكيكها او ما الى ذلك. كان في توضيح من السيد وائل بانه هناك إجراءات كانت مطلوبة منهم ولكن ما بينفع أنه هاي الإجراءات يقوموا فيها، مش لأنه هم ما بيدهم يعني ولكن برضو أخت ريهام يعني صعب أنه نراكم عدد كبير من السيارات موجودة على حواف الشوارع وتسبب كمان حوادث وتغلق الشوارع وتراكم فوق بعضها بكارثة بيئية بهي الطريقة. إحنا المطلوب أنه يفكك قطع هاي السيارة يرتبها بطريقة نموذجية اللي لما بيجي المشتري بيدخل على المعرض أو الكراج أو المحل التجاري اللي له الخاص فيه والتخلص من هاي الهياكل. يعني أنا بالنهاية هذا مش لا أستطيع إني أحط له عنده مثل 200 سيارة أو 300 سيارة مرمية عشوائيا بهي الطريقة. إحنا مش ضد، إحنا مع وجود واحنا مع وداعمين انهم يشتغلوا ومعنيين فيها للكلام، لكن بدنا ننظم هذه المهنه بطريقه تليق فينا وتليق في المجتمع وما يكونش منها اثر سلبي. أكيد يعني باشمهندس إحنا دائما بنكون مع يكون في هناك ترتيب تنظيم لكافة المناظر العامة في كل الطرقات وفي كل الأماكن وفي كل المحال التجارية، ما يكون هناك فعلا في وجهة نظر بأنه ما يكون في هناك تراكم. تفضل. معلش ولا وقعت بالنهاية ما في شيء اسمه ما بتقدر تفك فيها، ما انت بدك تبيعها بدك تفكيها بالنهاية بدك تفكيها. كان هناك توضيح يعني من هيكل السيارة، يعني مش كل الهياكل بتقدر انه احنا نفكفكها ونعيد تفكيكها، لانه في هناك سيارات اذا تفكفكت اصلا ما بتصير صالحة للبيع او النظر فيها في مجموعة من الموديلات. كان هذا التوضيح، ولكن احنا مع انه يكون ما يكون في تراكم لعدد كبير من تفضل. احنا اختي ريهام احنا هاي مش سيارات بيع، هاي معارض بيع للسيارات، هاي معارض بيع لقطع السيارات. صحيح. وبالتالي هاي قطع بتنباع في قطع، وبالتالي يعني الكلام انه لا يمكن تفكيكها، يعني هاي سياره للبيع مش سياره لبيع القطع. أكيد إحنا دائما مع أن يكون هناك في نظام في ترتيب في مراعاة لكافة المجالات في مختلف الميادين، حتى في موضوع اللي هو الكراجات قطع أو محلات قطع السيارات. شكرا للبشمهندس إياد خلف اللي كان في توضيح لمشكلة وردتنا من السيد وائل حول مشكلة مشاطب السيارات.